فصائل المعارضة السورية المسلحة تسيطر على تل قرقور الاستراتيجي في سهل الغاب في ريف حما الغربي، وتتقدم إلى مطار المزة العسكري بعد التقدم في داريا. وتنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على معظم مناطق ريف حمص الشرقية. المرصد السوري لحقوق الإنسان يتهم تنظيم الدولة الإسلامية بخطف نحو 230 مدنيا بينهم أكثر من 60 مسيحيا خلال مداهمات في مدينة القريتين في ريف حمص الشرقي، والتنظيم يتهم المختطفين بالتخابر مع النظام السوري. حشود من مختلف المحافظات العراقية تتوافد إلى العاصمة بغداد للمشاركة في تظاهرة في ساحة التحرير تطالب بتحسين الخدمات العامة وبمحاسبة المسؤولين عن الفساد. ومحافظ المدينة يدعو إلى الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات وعدم السماح لأي جهة سياسية باستغلالها. مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين أحدهم شرطي إصاباته خطيرة خلال اشتباكات وقعت بين قوات الأمن التركية ومسلحين تابعين لتنظيم حزب العمال الكردستانية. تقارير إخبارية تفيد بسقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في غارات شنها طيران التحالف بقيادة السعودية على مركز طبي في مدينة الحديدة غرب اليمن. عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة يؤدون صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنديدا بالسياسات الإسرائيلية المعتمدة بحق الأسرى الفلسطينيين وتضامنا مع المضربين عن الطعام والمرضى منهم. هجوم بشاحنة مفخخة في حي سكني في كابول يسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وأكثر من 100 جريح، ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن الهجوم الذي ألحق أضرارا جسيمة بعدد من المساكن والمحال التجارية.